Hi and welcome back to Learn Arabic with Transit Station. This is Grace with you from Yalla Arabic. If you don't know us by now, Yalla Arabic, it's an educational project and Arabic academy started by an Arabic teacher and an Arabic student. As always, you can find the translation and transcript for this podcast on our website yallaarabic.com. And if you want to start learning Arabic with our academy, Ahla We offer classes online and in Beirut. We also have some very exciting news for you. We've launched a YouTube channel where we've created a full course for learning Arabic, starting from the letters. We'll include a link to the channel in the description of this podcast, or you can just search Yala Arabi on YouTube. Be sure to like and subscribe. Today's episode, it's personal to us. It's about Ibrahim al Faki. Samra recently enjoyed reading one of his books so much he says that it changed his life. So we thought we would make an episode about him el faqi was an Egyptian writer, lecturer, and human and self-development coach. Yalla, let's hear about his life in detail. Walid Ibrahim Al-Faqi bi madinat Al-Iskandariya bi Masr bi Ab 1950 miladi. Wa hasal ala botolat Masr bi لعدة سنوات ومثل مصر بالمنتخب الوطني ببطولة العالم لتنس الطاولة بألمانيا الغربية بعام 1969 أما بالنسبة لحياته المهنية تدرج الفقي بالوظائف حتى درجة مدير قسم بقطاع الفنادق بفندق فلسطين بالاسكندرية ووصل للدرجة الثالثة وهو عمره 25 سنة هاجر لكندا لدراسة الإدارة وبلش هنيك بوظيفة شغيل تنظيف الأطباق وبعدين بوظيفة حارس مطعم وحمال كراسي ومنظف طاولات بفندق بيقول الفقي بمحاضراته أنه سافر مع زوجته لكندا وهو ما بيملك شي واشتغل بأقل الوظائف بأحد الفنادق بالرغم من نجاحه بالفندقة قبل سفره لكندا بعدين تدرج بالوظائف حتى صار مدير أكبر الفنادق بكندا خلال فترة قصيرة بعد فترة من الزمن حصل على شهادة الدكتوراه بعلم التنمية البشرية وحصل على كتير من شهادات تانية بيقول إبراهيم الفقي بموقعه الشخصي أنه قام بإظهار علمين جديدين مسجلين باسمه وهن علم قوة الطاقة البشرية وعلم ديناميكية التكيف العصبي درب الفقي أكثر من 600 شخص من خلال محاضراته يلي ألقاها حول العالم بعدة لغات منها العربية والإنجليزية والفرنسية مؤلفاته للفقي مجموعة كتب ترجم بعضها للإنجليزية والفرنسية والكردية والإندونيسية بالإضافة للغته الأم وهالكتب متوفرة بالمكتبة والأرشيف الوطني لكندا وتم نشرها كلها بتسعينات القرن الماضي تدرجت مواضيع زمنيا من متناول مقتنيات البيع مرورا بفن التدبير الناجح ووصولا للكتاب عن تطوير الذات والنجاح بشكل عام من أبرز مؤلفاته قوة التفكير البرمجة اللغوية العصبية وفن الاتصال اللامحدود المفاتيح العشرة للنجاح قوة التحكم بالذات قوة الحب والتسامح إدارة الوقت سحر القيادة الطريق إلى النجاح قوة التحفيز قوة العقل الباطن وغير الكثير من الكتب يلي تم تحويلها آه، تحويل هالكتب بعدين لمواد مرئيه وشرطان سمعيه واسطوانات رقميه دي يعني. اما شركاته الناجحه هي كالتالي: مجموعة شركات ابراهيم الفقي العالميه المركز الكندي للتنميه البشريه، المركز الكندي لقوة الطاقه البشريه، المركز الكندي لقوة الطاقه البشريه، المركز الكندي للبرمجه اللغويه العصبيه المركز الكندي للتنويم بالإيحاء وفاته توفى الدكتور إبراهيم الفقي بعشرة شباط عام 2012 الصبح وحصل هالشي بسبب حريق كبير بشقته نتيجة ماس كهربائي أدى لوفاته اختناقا مع مربية أطفال كانت تشتغل عندهم أجمل ما قاله لا تتعجب من عصفور يهرب وانت تقترب منه وفي يدك طعام فالطيور عكس بعض البشر تؤمن بالحريه اكثر من الخبز عندما تثق باحد بشكل كامل بدون اي شك ستحصل في النهايه على نتيجتين اما شخص مدى الحياه او درس مدى الحياه ينقسم الفاشلون الى نصفين هؤلاء الذين يفكرون ولا يعملون وهؤلاء الذين يعملون ولا يفكرون